عيب يا خال، ده انا افندينا ومش على اخر الزمن واحده ست اللي هتوقع بيتها. الست دي تبقى مراتي يا خميس. ومرات الخال يا خال يوم ما عيني تتجرأ وتبص لها في قاعها في صوابعي. واحد تبلع عليك ليه طيب؟ عشان توقفنا قصاد بعض الوقفه دي وتقش اللي طوله ايدها. صلي على يشفع فيك يا خال، صلي على يشفع فيك والنبي واسمع خلاصة القول. عليه الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. بصريح العبارة كده أنا يعني هاوتها حبة على اللي في دماغها، بس ليه؟ ليه؟ كان عندي مصلحة تخصنا كلنا. أنا كان كل غرضي إن أوصل لمرات براء النوح وأجيبها في حجرنا، خصوصاً إن شو بتقابلها عند الست بتاعت السحر والشعوذة اللي اسمها حنتومة، حتى أسألها. أنا في البيت ده إيه؟ أنا عايز أفهم. أنت كبير يا خال، أنت كبير قوي، كبير العيلة وكبير البيت في السن والمقام. لكن أنا كان غرضي المصلحة، والله كان غرضي المصلحة، حتى الكردان ده كان عربون الشغلانة. من ورايا يا خميس؟ وأنا إيه وأنت إيه يا خال؟ ما إحنا طول عمرنا واحد. هو أنت يعني لو قصدت كرامة ولا حتى بنت الباشا في أي مصلحة هقفلك فيها؟ والبيت اللي على المحارة؟ بيت ايه اللي على المحارة؟ أنا لا أعرف بيوت ولا أعرف محارة. أنا اللي عندي قلتهولك يا خال وأنت عارفني كويس. قلتهولي؟ قلتهولي بعد إيه يا خميس؟ بعد ما شفت وتأكدت إنها عايز تضرب مفك ما بيننا. أنا بقيت متأكد من كده يا خال، بس أنا عارفك، عارفك كويس، وأنت مربيني ومحفظهالي زمان، محفظهالي. فاكر يا خال؟ أوعى تدي ودنك لواحدة ست. أوعى يا خال، أوعى.